في حوارنا معه نهنئ نساء العالم بيومهم العالمي. وفي البداية أوجه التحية للفريق النسائي في إنفجارات النمسا ميديا، الأستاذة هيفاء، هالة، بثينة، ريم، بنار، ليلى، فاطمة، افتخار. وستكون معنا على الهواء بثينة من ساحة حقوق الإنسان لإطلاعنا على بعض النشاطات في اليوم العالمي للمرأة. بثينة أهلا بيكي. أهلا ممدوح. بثينة، هل لك أن تطلعينا على بعض الصور التي رأيتيها اليوم في الشارع في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟ نعم ممدوح، بداية نحن الآن متواجدون في ساحة حقوق الإنسان والممتدة من ماريا هيلفشتراسة، المكان الذي نظمت فيه مسيرة احتفالية لليوم العالمي للمرأة التي بدأت بالفعل في حوالي الساعة 4 مساء. مرت المسيرة منذ قليل هنا من ساحة حقوق الإنسان، كانوا يحملون بعض اللافتات التي تدعو إلى ضرورة محاربة التمييز ضد المرأة. يعني وأنا جاية كمان لقيت حاجة لطيفة جدا على الأودراي، انه قامت فينا لينين بتغيير اسم محطة هيرنجاسة لاسم فراونجاسة لمدة 24 ساعة، يعني بحيث انه كل او معظم الشوارع في النمسا مسمى باسماء نمطية او اسماء ذكورية، ولكن تم تسمية الشارع اليوم بفراونجاسة، ودي تعتبر يعني حاجة لطيفة جدا. دعنا نروح نتحدث بداية من حارة الرجال الى حارة النساء. نعم، أو حارة السيدات، وذلك فقط لمدة 24 ساعة. يعني اليوم هو احتفال عالمي بجهود المرأة ودورها الفعال في شتى مجالات الحياة، يعني وما قامت وما زالت تقوم به المرأة من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة وبارزة في المجتمع العالمي. يعني هذا اليوم يعتبر يعني لكسر التمييز والاحتراف بجهود المرأة في كثير من مجالات الحياة. اليوم لليوم العالمي للمرأة جذور ترجع إلى عام 1908. هذا اليوم خرج فيه حوالي 15 ألف امرأة أمريكية في شوارع نيويورك في مسيرة احتجاجية تدعو لتقليص ساعات العمل وحقهن، مطالبة بحقهن في التصويت في الانتخابات. وإثر هذه الاحتجاجات قرر الحزب الاشتراكي الأمريكي بالاحتفال بأول يوم وطني للمرأة في عام 1909، وذلك يعني في العام التالي مباشرة. دعنا نتحدث ممدوح أن اليوم العالمي للمرأة فتح في النمسا نقاش حول حلول ضد التمييز ضد المرأة، حيث تعاني أو ما زالت تعاني المرأة من عدم المساواة في الكثير من مجالات الحياة. أنه يعني على الرغم من تولي الكثير من السيدات في السنوات الماضية منصب رئيسة البلدية، إلا أنها تمثل فقط حوالي 10 الرؤساء المحليين في منصب رئيسة البلدية. أيضا يعني لكن بثينة النمسا يمكن لو لاحظنا هنا في الأحزاب، على مستوى الأحزاب في النمسا بيحرصوا على وجود أو تواجد للمرأة بصورة ظاهرة جدا في الكثير من الوزارات، كمان برضو تحتلها سيدات. لكن أنت إيه اللي لاحظتي من خلال المظاهرة من بعض المطالبات اللي كانت دعت ليها المظاهرة اللي أنت شفتيها النهاردة؟ يعني ممدوح، كانت معظم المطالبات تدعو إلى عدم التمييز وضرورة يعني المساواة في الحصول على أجور مناسبة أو على الأقل نفس الأجر عن نفس العمل، وهذا بالفعل ما طالب به يعني أو ما طالبت به رئيسة ديوان المحاسبة مارغريت كريكا، التي دعت إلى الانتباه إلى الفجوة الكبيرة للأجور بين الجنسين، مطالبة بالحصول على نفس الأجور عن نفس العمل. وطالب أيضا يعني ممثل الشباب الفيدرالي إلى ضرورة فرض عقوبات فعالة ضد الشركات التي تقوم بعدم المساواة في الأجور. دعنا ممدوح نتحدث أيضا في نقطة هامة جدا عن بما يخص السيدات المهاجرات في النمسا، حيث زاد عددهم حوالي 17% في عام 2017 ومقارنة بعام 2000 أو في عام 2021
يعني كان كل رابع امرأة هي من خلفية مهاجرة. يعني دعنا نتحدث أيضا أنه جاءت معظم المهاجرات في النمسا من دول الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وكرواتيا ورومانيا على التوالي. أما عندما نتحدث عن الدول الثالثة جاءت معظم النساء من سوريا وأفغانستان والبوسنة والهرسك. هل كان هناك تواجد للمرأة العربية في المظاهرة أبو ثينة؟ أكيد طبعا معظم المتظاهرات كنا من السيدات وقليل من الرجال. يعني لا أنا كان قصدي على هناك وجود أيضا عن نقطة هناك وجود للمرأة العربية. يعني شفتي مجموعات من السيدات من الجاليات العربية موجودة في المظاهرات؟ والله ممدوح النقطة دي ما قدرتش أميزها بالضبط لأنها يعني كانت إنها مرت بسرعة من المكان اللي أنا موجودة فيه. نعم. دعنا يعني نتحدث عن نقطة أخرى وهي أن معدل التوظيف بالنسبة للسيدات من خلفية مهاجرة زاد بنسبة 70% في عام 2021. يعني بالنسبة لصندوق الاندماج النمساوي قال بأن معدل التوظيف بالنسبة للسيدات الأوروبيات من الاتحاد الأوروبي أو من خلفية مهاجرة وصلت لحوالي 70.9% وكانت هي الأعلى وكانت هي الأدنى بالنسبة للسيدات التي أتينا من سوريا وأفغانستان والعراق ومثلت حوالي 12.6%. بوثينة شكرا. دعنا نتحدث أيضا عن نقطة أخرى وهي شكرا يعني في أوكي بسرعة إذا سمحتي بوثينة اتفضلي. تمام. دعني ممدوح أتحدث في دقيقتين عن التصريح التي قالت به اليوم وزيرة الدفاع كلاوديا تانر وقالت بأنه من بداية أبريل سوف يسمح بتعزيز وجود المرأة في الخدمة العسكرية من خلال يعني الإمكانيات الخدمة العسكرية الأساسية الطوعية للسيدات. أيضا أشاد وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ بدور النمسا المهم في المساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال صفة النمسا كعضو هام جدا في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي تعتبر هي يعني أهم منتدى في العالم بالنسبة للمساواة للمرأة وحقوق الإنسان. فهل لربما سيوجد هناك نظرة حقيقية ومستدامة لحقوق المرأة من حيث أجور العمل وساعات العمل وأيضا أمور أخرى كثيرة لربما يعني تهتم بها المرأة؟ وملاحظ كمان ان في تواجد كثيف للمرأة بتمر من خلفك يعني واخدين حقوقهم كمان. بوثينة اشكرك شكرا جزيلا على يعني هذه المعلومات القيمة. نعم. وكنت معنا من ساحة حقوق الإنسان. شكرا لك بوثينة.